خلال يومين على الأكثر ستختفي الصراصير وبيوضها الصغيرة من منزلك. ما رأيك في التخلص من الصراصير بشكل طبيعي وبدون استخدام مواد كيميائية تضر بصحتك أو تكون مكلفة ماديا عليك؟ العديد من الأشخاص قاموا بتجربة هذه الطرق وأثبتت فاعليتها في التخلص من الصراصير بشكل سريع وآمن على أفراد المنزل. بالطبع إن الصراصير من الكائنات الغير مرغوب بها في أي منزل، وتسبب انزعاجا كبيرا لربات البيوت والأطفال، كما أنها تسبب العديد من الأمراض وتلوث المأكولات والمشروبات. إذا كنت تعاني من مشكلة الصراصير في منزلك خاصة في المطبخ والحمام، سنقدم لكم وصفات طبيعية تساعد على التخلص من الصراصير نهائيا، بدلا من استخدام المبيدات الحشرية الضارة بالصحة والباهظة الثمن. أهلا بكم في قناة ثقف نفسك، الرجاء الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وصفات طبيعية تساعدك على التخلص من الصراصير في منزلك. أولا، بيكربونات الصوديوم والبصل. تعد هذه الطريقة من أسرع العلاجات المنزلية وأكثرها فعالية في التخلص من الصراصير. قطع البصل إلى شرائح ورشها بمسحوق بيكربونات الصوديوم والمعروف أيضا بصودا الخبز. وزع شرائح البصل في أماكن تواجد الصراصير في منزلك. ستلاحظ موت الصراصير حول شرائح البصل واختفائها من منزلك تماما. ثانيا، حمض البوريك وزبدة الفول السودانية. يعد حمض البوريك سم طبيعي للقضاء على الصراصير في خلال أيام قليلة. خلط القليل من مسحوق حمض البوريك مع القليل من معجون زبدة الفول السودانية. وزع الخليط في أركان الشقة. هذا الخليط يجذب الصراصير لتأكله فتموت بسبب حمض البوريك. ثالثا، الفلفل الحريف والثوم والبصل. يساعد هذا الخليط على طرد الصراصير من المنزل وعدم عودتهم مرة أخرى. خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحريف مع فص ثوم وبصل مفروم في لتر من الماء. أضف ملعقة كبيرة من الصابون السائل إلى الخليط. وزع الخليط في كل مكان في منزلك حتى تهرب الصراصير بسبب هذا الخليط بلا عودة مرة أخرى. رابعا، الفازلين. يمكنك استخدام الفازلين لاصطياد الصراصير بكل سهولة. أحضر برطمان وضع الفازلين على حافته الداخلية، ثم ضع بعض قشور الفواكه كالبرتقال والموز داخل البرطمان. ضع البرطمان في أماكن تواجد الصراصير في منزلك واتركه مفتوحا. سوف تجذب رائحة قشور الفواكه الصراصير إلى البرطمان فتدخل ولا تستطيع الخروج بسبب التصاقها في الفازلين. قم بالتخلص من البرطمان في دول ممتلئ بالماء والصابون لقتل الصراصير. خامسا، الماء الساخن والخل الأبيض. هذا العلاج من أبسط وأرخص العلاجات للتخلص من الصراصير، حيث يمكنك ببساطة العثور على هذه المكونات في مطبخك. خلط لتر من الماء الساخن مع كوب من الخل الأبيض وقلب الخليط جيدا. امسح الألواح وأسطح الطهي وأسطح الحمام بهذا المحلول. صب هذا المحلول في مصارف المطبخ والحمام ليلا، حيث يساعد ذلك على تطهير الأنابيب والمصارف، وسيمنع الصراصير من الصعود إلى المطبخ أو الحمامات عن طريق الصرف. سادسا، ماء الليمون الساخن وصودا الخبز. يمكنك استخدام هذا الخليط للتخلص من الصراصير وتطهير أسطح المطبخ والحمامات أيضا. خلط ليمونة وملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع لتر من الماء الساخن وقلب الخليط جيدا. صب الخليط في منافذ الصرف في المطبخ والحمامات. امسح ألواح المطبخ بالخليط لمنع تكاثر الصراصير في المطبخ. سابعا، الزيوت الأساسية. الزيوت الأساسية لها العديد من الاستخدامات التجميلية والدوائية، كما يمكن استخدامها في التخلص من الحشرات وخاصة الصراصير مثل زيت اللافندر والنعناع. رش الزيوت العطرية حول المطبخ والخزائن وفي أماكن تواجد الصراصير. تنفر الصراصير من رائحة هذه الزيوت العطرية وتهرب من المنزل. ثامنا، قشر الخيار. هل تعلم أن قشر الخيار مثير لاشمئزاز الصراصير ويجعلها تهرب من المكان سريعا؟ لذلك يمكنك استخدامه للتخلص من الصراصير بشكل نهائي. قشر الخيار واحتفظ بالقشر. وزع قشر الخيار حول الأماكن التي تجد فيها الصراصير حتى تبتعد عن مطبخك. تاسعا، مستخلص أوراق النيم.
أوراق النيم من العلاجات الطبيعية التي تساعد على طرد الصراصير من منزلك خلال 3 أيام فقط. ضع أوراق النيم في أركان البيت التي يوجد بها الصراصير خاصة في المطبخ والحمام، أو يمكنك رش القليل من زيت النيم الممزوج بالماء الساخن لمنع الصراصير والبق من التكاثر في مطبخك. 10. القرفة. تمنع القرفة الصراصير من التكاثر مما يساعد في القضاء عليها نهائيا. رش القليل من مسحوق القرفة الطازج حول خزائن المطبخ وفي الحمام وأماكن تواجد الصراصير في منزلك. 11. زيت جوز الهند. زيت جوز الهند من الطرق الآمنة والفعالة التي يفضلها العديد من أجل التخلص من الصراصير. خلط كمية متساوية من الماء وزيت جوز الهند في زجاجة بخاخ. رش الزجاجة جيدا. رش الصراصير بالخليط بشكل مباشر من أجل قتلها والتخلص منها. كما يمكنك رش مداخل البيت عند الأبواب والشبابيك بخليط زيت جوز الهند والماء لمنع دخول الصراصير إلى المنزل. إذا كنت تعاني من وجود الصراصير في منزلك فلا داعي للقلق بعد الآن، فيمكنك استخدام أي من هذه الوصفات الطبيعية الفعالة والآمنة والاقتصادية لحل هذه المشكلة المزعجة. لا تنسوا الاشتراك في قناة ثقف نفسك ليصلكم كل جديد.